أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. منذ أكثر من سنتين ولا زال الشعب يبحث عن مطالب، هذه المطالب لم يلتقطها من خارج الدستور ولم يكن في مخيلة أحد أن تكون هذه الجماهير مندك في هذا الشارع وفي هذا الدوار بهكذا مستوى من الكم الكبير، ولم يكن أحد يتوقع لا من خارج البحرين ولا من داخل البحرين أن تكون هذه الروح مدفونة داخل هذا الشعب